احنا مازالين معكم مستمعينا وغادي نمشيو مباشره نرحبوا بالاستاذ محمد احلمي اخصائي في التغذيه كالعاده دائما حاضر معنا ومشرفنا. صباح الخير وصباح الصحه والسلامه استاذي. تحية لك اختي سكينه وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. احوالك طيبه على خير؟ بارك الله فيك. شكرا شكرا. الله يطول عمرك يا اختي. استاذي اليوم غادي نتكلموا ان شاء الله باذن الله على طريقه الطبخ ديالنا. للاسف بعدنا شي شويه على طريقه الطبخ ديال الاجداد اللي كانوا كيطيبوا على العواد كيطيبوا على الفخر. الطاجين كياخذ الوقت ديالو الحسوه كتاخذ الوقت ديالها الطياب كان كيطيب على النحاس على التراب امور اللي كانت يعني كتاخذ الوقت الكافي ديالها كما كانوا كيقولوا عشاء الحادقه كتشم ريحته من العصر يعني من العصر هو كيطيب حتى المغرب على ما كتجمع العائله. فبالتالي هذه الامور هذه يعني افتقدناها في طريقه الطهي ديالنا اليوم ولينا كنطيبوا في اواني يعني ماشي اللي كنا كنطيبوا فيها من قبل. اليوم الطاجين قليل في القليل اللي مازال كيركز على الطاجين ديال التراب يعني اللي ما يكونش فيه يعني حوايج اخرين. اوانين ديال كما كنقولوا ديال النحاس اليوم غاليين علينا باش نطيبوا فيهم اللي كانوا كيطيبوا فيهم الاجداد من قبل. طريقه الطهي اليوم كلشي اكسبريس البوطه ما كناخذوش هذه الفرصه ديال اننا نطيبوا على الفاخر او لا نطيبوا على العواد الا لكنا في عطله او لا كنا في خارج يعني المدينه. امور اللي كثيره تغيرات عاداتنا الغذائيه واللي يمكن غيرات حتى من جوده الاكل اللي حنا كناكلوه. نعم اختي سكينة، دونك قلتي بعدنا شي شويه كنظن اننا بعدنا بزاف ماشي غير شويه. وكنصبر راسي يا استاذي خلينا. لا هو شوف هو حقيقه يعني خاصنا نهضروا عليها وللاسف هي حقيقه بين قوسين يعني يجب اننا نعطيوها الحق ديالها. هذه اول حاجه. ثاني حاجه السؤال المطروح هو واش هاد الاواني ما بقاوش لا باقين؟ شنو اللي ما بقاش في الطبخ ديالنا؟ واليوم ان شاء الله حديثنا سوف نتحدث عن الطبخ كل حيثيات ديالو. في الطبخ ديالنا ما بقاش هذاك الخطر، ما بقاش عندنا داك يعني تزرعات فينا وتنحتات فينا سكون ابيل لي فاست فود، مع العلم ان كنا كناخذوا حنا لي سلو فود يعني ملي كتشوفوا الطبخ اللي كانوا يديروا الناس هذه شحال. بالمناسبه الطبخ ماشي هو كوزينه، الطبخ ماشي هو يعني ادوات، الطبخ ماشي هو اواني، الطبخ هو ان سافوار، الطبخ هو خطر، الطبخ هو ذكاء، الطبخ هو حب بالدرجه الاولى. كلشي يتحدث عن شنو هي الشرموله اللي غندير، شنو هي العطريه اللي غندير. من اول العطريه في الطبخ هي بسم الله ومن موراها تحب هذاك الشيء اللي بغيتي تصاوب، حيت كلشي كيعرف الا بغيتي تصاوب طاجين وكانتك مزيانه. حنا كنقولوا الكانه، شنو هي الكانه؟ لو مورال، انت واش مرتاح؟ كتكون قادتك مزيانه كيطلع الطاجين زوين، كتكون قادتك ما مزيانه كيطلع الطاجين ما مزيانش. وبالتالي الطاجين سي فغي عنده علاقه اليوم بعض المرات في العديد من البرامج العالميه كنركزوا على الرفاهيه ديال الاستوديو وعلى الالات اللي غنخدموا وعلى بزاف ديال الامور. سي فغي كاينين دي سبونسور كاينين هذه بزاف ديال الامور، ولكن هاد الطين ما عنده اللي يهضر عليه، هاد الاواني ما عندها اللي يهضر عليها. كنركزوا على داك الفخامه وداك الرفاهيه ديال داك يعني كما كنقولوا داك هذاك الكونسيبت. دابا لي كونسيبت اللي كيتحطوا في العالم ديال الطبخ كنظن انا اخر نقطه يتم الحديث عليها هو الصحه. اخر نقطه يتم الحديث عليها هو الصحه، الاواني فاخره، داك المائده اللي كيكون فاخره، كلشي فاخر، الا الوجبه في حد ذاتها العديد من الوجبات هي كارثيه ولا تحترم الصحه ديال الانسان وديالك انت كانسان. ما يمكنش. شو هذه شحال الرفاهيه الحقيقيه فاش كانت اختي سكينه؟ كان شحال كان غير قانون. اليوم الناس سفغي بعض الناس في بعض لي كونسيبت ما كيرضاوش يديروا القانون. اليوم ولاو الطباخين العالميين بالنسبه له هو ان كونسيبت واعر بزاف، هو مي كيكون كيطبخ فوق القانون. هذه اشياء كلشي غيرجع لها، يعني كتشوفوا البرامج العالميه اللي بعض البرامج كنحترمها انا اللي ولا الطبخ اون بلان ناتور. يعني واحد البرنامج كنت شفته ماشي كنهضر على شكلا ماشي مضمونا، شكلا خصك تمشي وتصطاد واحد الطريده وتجي
وتطيبها اون بلان ناتور وهذه وهذه. سي فري كاين اخطاء كثيره بزاف، مي بعض المرات اخطاء الانسان كيكون لا يلام عليها. علاش؟ لان الكونسيبت محطوط ما فيهش الصحه تماما، لا ما كاينش احترام الصحه تماما فيما يخص هذا لي كونسيبت. وحنا كنتفهموا هذه الامور هذه، لان التكوين ما كاينش تكوين عنده علاقه بالصحه. انا مثلا لما غنتكون كطباخ، الطباخ خصو يكون كيعرف المبادئ الصحيه، هذه شيء اساسي جدا. لان في لا كويزين موليكولار ولا في تكنيك كولينير ضروري خصو يكون انسان، اي مؤسسه فيها طباخ، الطباخ تقني، تقنيه عاليه، كفاءه عاليه، فاش في الطبخ. مي الصحه كتكون مغيبه، وبالتالي دائما حنا يعني شخصيا في الاشتغال ديالنا، لان حنا نشتغل في مؤسسه عموميه، الاشتغال ديالنا دائما الطباخ يشتغل بواحد لو منيو، بواحد لو بلون. كاين اللي ما كيعرف حتى شنو الفرق بين لو منيو لو بلون. دونك شكون اللي كيحط هذا لو منيو وشكون اللي كيحط هذا لو بلون؟ سي لو نوتريسيونيست، سي لو دييتيسيان، اختصاصي في التغذيه. وبالتالي هذا الطبخ اللي حنا غاديين به وهاد البرامج العالميه اللي كاينه دابا، سي فغي بعض الناس فهموها ولاو كيرجعوا للطبيعه، مي حنا باقيين غاديين مع هاد الامور، هاد المسائل هادي كامله. نرجع، انا قلت شكون شنو اللي تبدل؟ الطين هو باقي فران عليه، هما عندهم الطواجن وعندهم القدرات عام محطوطين، شكون يديهم؟ في الولجه هما موجودين، في مراكش شفنا واحد مراكش هما موجودين، تارودانت هو موجود الطين. شنو اللي تبدل؟ تبدلنا حنايا، تبدلت العقليه، ولينا خصنا ما بقيناش نصبروا، باش عندنا الصبر هنا. وفي الاخر كنوليو نقولوا عندي مشاكل وعندي مشاكل. انا نهضر اولا مع دوك الناس اللي كيقول لك انا ما عنديش الوقت باش نطيب وما عندكش الوقت باش هذه. هذه الصحه ديالك، الاكل ماشي اوبسيون، ماشي تكون مسالي على طيب الطاجين، خصك طيب الطاجين عاد سالي حاجه لوحده اخرى. بالنسبه لعالم الطبخ، عالم الطبخ يعني المختص في التغذيه، شنو اللي كيفرقوا على واحد شاف قرا الطبخ؟ هو ان المختص في التغذيه كيقرا الطبخ، وربما طبخ معمق. كنهضر على راسي انا يعني قريت لا كويزين موليكولير، وعندي طلبه الان دابا اللي كنكونهم في لا كويزين موليكولير. شنو هي لا كويزين موليكولير؟ هي مي كتخلط الماده مع الماده، اش من ماده كتعطيك؟ مي كتخلط خيزو مع اللفت، شنو هما لي نيو برودوي؟ شنو هما لي نيو برودوي؟ هما المواد اللي كينتجوا اللي ما كاينينش، وكانوا انت مي كيتصاوب طاجين، اش كدير فيه؟ كدير فيه مثلا بطاطا حلوه، كدير فيه السفرجل دابا الطاجين ديال دابا، كدير فيه الثومه، كدير فيه البصله، كدير فيه اللحم الجدي، اللحم ديال المعيز. شنو الهدف ديالك؟ هو انك تخرج واحد المذاق. وكان بامكاننا ناكلوا البصله بوحدها، وناكلوا السفرجل بوحدو، وناكلوا البطاطا حلوه بوحدها، ولكن شاركناهم. مي كنشاركوهم كيعطينا لي نيو برودوي. والمغاربه سواء الرجال او النساء احترفوا هذه المساله هذه. مي هذا لو سافوار هذا شدينا حنايا وبغينا نحيدوه. بغينا نقولوا بلي حنا جينا باش نجيبوا طبخ جديد، باش نجيبوا الغوفيزيتي، باش نجيبوا بزاف ديال الامور، ولينا نتلاعب حتى بالهويه ديال بعض الوجبات اللي كنا هضرنا عليها حنايا. هضرنا على الرفيسه الحقيقيه كيفاش كتصاوب، هضرنا على الكسكسو الحقيقي كيفاش كتصاوب. فانت الا غتجيب جيب شي حاجه، بدع في شي حاجه. لكن دائما وانا شخصيا، يعني احترم لي غون شيف. انا عندي اصدقاء دي غون شيف او نيفو انترناسيونال، يعني اصدقاء لي اشاك فوا، وهذوما دي شاف لي خلينا على النجمات، وهذه يعني شي حاجه يعني واحد وراسهم صغير ما شاء الله. دائما عندنا نقاشات يعني بيناتنا من اجل التوجيهات، والحمد لله من بعد الله قدرنا اننا يعني يكون نقاش مع العديد من لي شاف اللي هما قدروا انهم يزودوا المخزون المعرفي ديالهم بما هو عنده علاقه بالصحه. سي فغي انت ما علومكش، لان يعني في التكوين ديالك ما كاينش الجانب الصحي. انت ملي غتجي وتقول لي انا ما نقدرش ناكل بطاطا فريتي الا ما كانتش مقليه، هذا شاف يجي يقولها، هذا لا يعقل. فالطبخ في قديم الزمان خصنا نعرفوا باللي الانسان كان يعيش كان عنده واحد النوع ديال الطبخ اللي غيبوه بزاف ديال الناس واللي ما ولاش كنهضروا عليه. يعني خصكم تعرفوا باللي كاينه لا كويزين، يعني جايه من شي حاجه كويت، مش حاجه كويسه طايبه. وكاينه لا كريزين، لا كريزين هي الطياب اللي كيكون في الماء، لا لاكتو فيرمونتاسيون باش يعرفوا الناس. انت ملي كدير الحامض مصير كتحطو كيكون قاصح من واحد شهرين تلقاه رطب، هذيك سي لا كريزين، يعني الطياب في البارد. ها هاد الطياب هذا
كنديروه للزيتون، كنديروه للحامض، كنديروه للخيزو، كنديروه للفت، كنديروه للمكور، كنديروه للشوفلور، كنديروه كنديروا لجميع الخضار كدار لها سكون ابل لا لاكتو فيرمونطاسيون. لا لاكتو فيرمونطاسيون جابها الانسان القديم حتى قبل ان يكتشف النار. قبل ما يكتشف النار كنتسائلوا حنا في بالنا كيفاش عاش هذا الانسان هذا قبل ما يكتشف النار. دابا الناس اغلب الناس في الناس في على الدجاج البلدي مثلا، الدجاج البلدي كيقول لك كياكل الحبوب، اش كتعطيه؟ كيعطيه الزرع، كيعطيه الدرا، كيعطيه، كيقول لك لا الا ما كانش هاد الحبوب ما عنده باش يعيش. على بالنا في قديم الزمان قبل ما تجي الحبوب كان الدجاج، شنو كان كياكل هاد الدجاج باش عاش باش قدرنا نوصل عندنا حتى لدابا؟ كان يعيش على الديدان. وبالتالي الا بغيتي الدجاج ديالك يكون مزيان ويكون دو كاليتي ويكون فرحان ويكون سعيد خصو يسرح كيف ما الغنم والكسيبه. الغنم والكسيبه واخا تعيط تربيها ما سرحاتش كتبقى عندها ديبرسيون، وهذاك الديبرسيون كتدوز للحم ديالها كيتسموا لي ميكرو ايرين. كنا هضرنا على هاد الامور هذه كامله، وهذاك الديبرسيون اللي في اللحم كتدوز لك انت ملي كتستهلكها وي كيتسموا لي ميكرو ايرين. داكشي علاش الحيوان خصو يعيش سعيد باش نقدر ناخذو انايا حتى انا ناخذ هذاك اللحم ونحس بالسعاده. الا خديتي اللحم وما حسيتيش بالسعاده عرف هذاك الحيوان كان مخشي وسط الكوري وما كيشوفش الضو وما كيسرحش وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله سبحانه وتعالى قالها المخلوقات راه بحالنا بحالهم. وبالتالي كان الطبخ قبل ما يجي النار، الانسان اكتشف النار، اكتشف النار شاف بعض الاغذيه باش انه يحول هذوك الالياف ديالها ويخليها قابله لهذه حطها فوق النار، اكتشف انها كطيب. الانسان القديم ما كانش كيطيب على لو فو على ذاك العافيه الزرقاء، لان الطياب عاوتاني لا كويزين على النار كاينه جوج انواع، وانا غنفسرها للمستمعين والمستمعات باش يعرفوني علاش كنهضر. انت ملي كطيب مثلا واحد مثلا في طنجره ديال الضغط اللي هو اسوأ طياب، دابا راه ولاو بعض الامور حط لها وقول لها عافاك اعطيني الطنجيه تخرج لك الطنجيه عافاك. هادشي اللي خصنا نوصلوا دابا حنايا الهدف ديالنا هو نوصلوا لهادي انايا ونقول انا عافاك لواحد الاله اعطيني بلاتي نختار اعطيني الطنجيه اعطيني سايكوك. هادشي دابا ما كرهناش نوصلوا لهاد الامور هادي، فقدنا هذيك اللمسه ديال الام ديال الجده ديال الخاله ديال الاخت في الطبخ. واخا ف قلت انايا الانسان الطنجره ديال مثلا غدير مثلا انت غطيب مثلا غنطيبوا الحيمه حنايا ديال المعيز في الطنجره ديال الضغط شحال تاخذ لي؟ تاخذ لي ساعه ساعه وربع صافي وجدات. وغادي نطيبوا نفس الكميه ديال اللحم غنطيبوها طنجيه كما كيديروها خوتنا المراكشيين. فين غيطيبوها؟ غيطيبوها في الرماد. شحال خصها باش توجد؟ كتحطها في الليل وكتمشي تجيبها في الصباح، أولا كتحطها مع العصر وكتمشي تجيبها مع العشاء. السؤال المطروح شنو الفرق بين هادو بجوج في الطياب؟ فرق كبير وثيقوا بيا، لا من حيث القيمة الغذائية ولا من حيث المدة ديال الهضم. شتي الطنجية ما غتاخذلكش في المعدة أكثر يعني أكثر من اللحم اللي طايبة في الطنجرة ديال الضغط، واخا؟ فهاد الطبخ هذا اللي كنهضروا عليه اللي داروه جدودنا هو طبخ العناصر، أكثر من هكا. الطاجين هو الطاجين كيرفض، شتي الطاجين كيرفض هاد الحضارة، مي كيتهرس كيقول لك أنا راه بزاف عليا هادشي هذا، والإنسان باقي ما بغاش يفهم باللي حنا هاد الطاجين هذا، لأن مي كنجيبو أختو سكينة الطاجين، سير دابا تدخل القنوات في اليوتيوب غتلقى جبتي طاجين جديد دير له الشحمة، دير له البصلة، دير له الثومة ونطيبو طاجين، مي نديرو له الشحمة ونديرو له الثومة ونديرو له البصلة نطيبو به طاجين. علاش باش نوجدوه نحطوه على البوطة، هو راه ما تزادش مع البوطة، البوطة راه ماشي ديالو، هو راه ولد خوه هو المجمر. فاحنا شدينا الطاجين من واحد العصر وبغينا نأقلموه مع البوطة ديال هاد العصر هذا. الطاجين ما كيبغيش يتحط ديريكتومون على لو فو على العافية الزرقاء، داكشي علاش خرجنا بحل اننا نحطوا له داك الحديده اللي بين البوطه وبين الطاجين. علاش؟ باش يطيب على السخانه ماشي على العافيه، وهذه اللي بغيت نهضر عليها انا اليوم. الطياب خصو يكون على السخانه ماشي على العافيه، لانك ملي غطيب على العافيه انت بغيتي تاكل من هنا ساعه المكانه ساعه ونص ما عندكش الوقت، عندك الوقت لمواقع التواصل الاجتماعي
عندك الوقت للتدخين، عندك الوقت للهاتف اللي نبقاو نجمعوا النهار كامل، عندك الوقت تمشي دير بعض الامور اللي هي كماليات، وما عندكش الوقت انك تحط واحد الوجبه طيب على المهل. كل المغاربه كلهم كيعرفوا الطياب على المهل كيجي بنين. تشي واحد ما يكون ضد ان نشدو حنايا مثلا واحد طاجين طايب في الطنجره ديال الضغط، ونشدو حنا واحد طايب على طاجين حطيتيه ونقصتي عليه العافيه. شوف الناس المحترفين كله كيقول لك شوف الطاجين نقص عليه العافيه، واي واحد كيسمعنا دابا انت من الطاجين ما دير فيه لا اللحم لا حتى شي حاجه، دير فيه غير الخضره ونقص عليه العافيه وخليه، وشوف داك الطاجين كيفاش كيجي شحال كيجي بنين. علاش السؤال المطروح؟ علاش هذه اللي بغيت نشرح انا اليوم للمستمعين والمستمعات. ملي كديروا الطياب في الطنجره، انا ماشي كنقول الطياب في الطنجره ما خصوش يكون، انا كنعطيك معلومه. الهدف ديالنا احنا في الصحه والسلامه اننا ما كنقول لكمش حيدوا هذه وديروا هذه، لا، انا كنساعدك باش تفهم الحياه الصحيه ديالك، باش تفهم انك انت شنو غدير. ما كان امبوزيو حتى على شي واحد، وهذا هو الجميل. راه اجمل حاجه في الكون في علم التغذيه هو ان داك الاكل اللي غديرو في فمك حتى شي واحد ما غايقول لك عندك لا ما تاخذش عندك لا، وتا اللي قالها ما من حقوش. حنا كنعاونوا الناس يفهموا الحياه الغذائيه ديالهم، الحياه الصحيه ديالهم. الاكل ديالك ماشي اوبسيون، الاكل ديالك شي حاجه اساسيه كتبني عليها اليوم ديالك، كتبني عليها الحياه ديالك. انت يا كنتي دريري صغير يلاه تزاد كيرضع في ماماه وفي طماتك على عامين، وصلتي واحد الشخص في عمره 30 سنه، شكون وصل لك لهذيك 30 سنه؟ شكون اللي خلى الاعضاء ديالك النمو والحفاظ عليها؟ اليس بالاكل؟ واش ماشي هو الاكل؟ ماشي هو هاد التغذيه ديالنا؟ ماشي هاد الامور اللي ولينا كنديروا؟ دونك حنا ملي كنطيبوا في الطنجره كنديروا لا ديفورماسيون ديال لا ماتيير، الحق المغناطيسي ديال المعادن اللي كي والفيتامينات اللي كيعطينا المذاق ما كيكونش مزيان. ماشي بحال واحد اللي درنا فيه الطاجين وطيبنا بالطاجين. اليوم كلشي كيعرف الطياب اللي هو القلي، المالح، الحلو، المحمر، صافي. القلي في الزيت على اللي ما لقينا ما نديرو، نبداو نشدو حنا الزيوت هذه ونبداو نقلي. نعم احنا اكيد مازال مواصلين مستمعينا الكرام بطبيعه الحال لقائنا، ومازال مستمرين. للاسف انقطع الخط مع استاذي، نعاودوا نتواصلوا معه بطبيعه الحال ونكملوا الحديث ديالنا. اكيد انه مساله المقليات في الزيت بطبيعه الحال هي مساله اللي ماشي في صالح الصحه ديالنا، وكنعرفوا بانه المقليات في الزيت هما من اصعب ما يكون في عمليه الهضم، وبالتالي كيرهقوا الجسم ديالنا بشكل كبير باش يتهضموا. مساله اللي كتعطي واحد الضغط بزاف على الجسم ديالنا، والانسان كيحس بواحد الارهاق كبير. مساله نقدروا اننا نعوضها بامور اللي هي ايجابيه بطبيعه الحال، واللي كتعطينا واحد الصحه اللي كتعطينا واحد الطاقه، واحد لو كونفور كيف ما كنقولوا في الجسم ديالنا. فنتفاداو اكيد نتفاداو هاد المقليات ونتفاداو هاد الامور كلها اللي كترهق الذات ديالنا. نعم تفضل دكتور استاذي. نعم استسمح. مرحبا مرحبا. دونك قلت باللي هذا الطبخ اللي ولي عندنا دابا هو عباره عن طبخ اللي الشعار ديالو الحاجه محمره، اللون الذهبي، الكيكه، البطاطس المقليه. شوفوا الطبخ ديال اليوم كامل. وانا استغرب بعض الناس كيقول لك الا ما درتش هذا الشيء هذا ما كيجيش داك الشيء بنين. انا كنهضر على الناس اللي كيقولوا هذه الهضره. الناس اللي كيقولوا هذه الهضره راه الحداقه بينكم بين الخير والاحسان باش نكونوا واقعيين. فهذاك اللون انا نبغي نهضر، مادام كنهضر على هذا الطبخ نبغي نهضر على هذا خلق المذاقات، وعلى هذا اللون الذهبي، وعلى داك الشيء محمر، وعلى داك الشيء مقلي، وعلى داك الكيكه وشي حاجه اللي هي محمره، وهذه البطاطس المقليه. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، وهذا الشيء هذا نوطيوه عندكم مزيان. إلا خدينا النوعيه ديال الطبخ، هادشي كراميل وشد الحلو والمالح، وكتلقى ايميسيون كامله على الحلو والمالح وهاد المسائل وهادشي كامل. هذا خصكم تعرفوا بلي داك اللون الذهبي، هذاك الشيء محمر، هذاك الشيء مقلي، هذاك الكيكه وهادشي هدايا. إلا خدينا مثلا غير هادشي كراميليزي وهادشي ديال البطاطس، خصكم تعرفوا في علم الكيمياء، هي سي فغي واحد التفاعل كيسميوه باسم واحد العالم، انا بعض المره بعض الاسماء العلماء ما كنبغيش نذكرها لانهم ماشي هما اللي جابوا هذيك العلوم. ف
فكينا واحد التفاعل كيتسمى البغينيسمون نو انزيماتيك، هذا كيوقع بين البروتينات وبين السكريات، هو اللي كيوقع في البطاطا باش كتحمر. شي مي كتحمر البطاطا هو عبارة عن تفاعل بين بروتين والسكر، لاميدون النشا اللي كاين. مي كتحمر انت الدجاج، مي كدير الكيكة، مي كدير الحلويات ويجي داك اللون الذهبي الفوق اللي كلشي كيقلب عليه. واخا هاد الامور هاد المسائل هادي كامله ثقوا بيا بلي راها السموم، ما بعدها السموم. السموم في الجسم تنقسم الى ثلاثه، الى تقريبا قسمين. كاين دي ديشي اللي هما ناتوريل ديال لو ميتابوليزم ديالنا، بحال اليوغي، بحال الكرياتينين، بحال ثاني اكسيد الكربون، هادو اللي كينتجهم الجسم. وكاين السموم اللي كتجينا من العالم الخارجي على شكل تغذيه، على شكل تنفس، على الامور اللي كاينه فوق الجلد ديالنا. فهاد السموم هادي اللي حنا كندخلوها الاكل ديالنا، ثقوا بيا شنو كدير في الجسم ديالكم العجب العجب. اولا كتعطينا مواد كيتسموا لي زاج جي او، عقلوا عليهم لي زاج جي او بالنسبه للناس اللي كيبحثوا، كيتسموا لي زاج جي او اولا لي بي تي جي. لي بي تي جي لي برودوي تيرمينو دو لا غليكاسيون. شنو هي لا غليكاسيون؟ لا غليكاسيون بالدارجه ديالنا حنا هي المحمر، داكشي اللي كتعسلو الفرج المعسل، السكر كراميليزي، الحلوى كراميليزي، الكيكه دوري، داكشي محمر، داكشي ذهبي، ذهبي خارج الجسم، اما داخل الجسم فربما يعني يخليك تبيعي داك الذهب باش تمشي تقادي الجسم ديالك، هذه كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. فهاد لي بي تي جي شنو هما؟ عباره عن سموم اللي كيدخلوا للجسم ما كيخرجوش، ما عندناش شي فوا في الجسم كتخرج لنا هاد لي بي تي جي لي برودوي تيرمينو دو لا غليكاسيون. نعاود نقولها، كاين في داك الشيء مذهب، كاين في داك الحلويات مذهبه، كاين في داك الشيء محمر، كاين في داك الشيء مقلي، كاين في الاشياء اللي بحال الكيكه، كاينه في الامور اللي هي محمره، كاينه في الخبز المحمر البانغري اللي كيشد انسان الخبز وكيحمره فوق داك الاله ديال البانيني ويقول لك لا انا كناخذ الخبز مقرمل، كاين اليوم البارد نسخن انا هذا الخبز وناخذ خبز مقرمله. هادو ماش كيديروا؟ كيمشيو اول حاجه كيديروا لنا انفلاماسيون الى بيم لادان ديال الجسم ديالنا، يعني كيضربوا لنا الادان ديال الجسم. من هكا باش تعرفوا هاد المواد هادو، كاينه واحد العلم سميتو لا جيرونتولوجي. شناهي لا جيرونتولوجي؟ هو العلم ديال الشيخوخه. هادو ما كيتسموا جيرونتوتوكسين. لي جيرونتوتوكسين منهم هاد لي بي تي جي، الاشياء المحمره في الطبخ ديالنا اللي كتمشي للجسم وكتعطيك شيخوخه مبكره، كتعطيك لي غيد الوغ التجاعيد، كتعطيك التجاعيد بشكل مباشر، اقول بشكل اللي هو مباشر، كتعطيك تكوين الجلاله. تكوين الجلاله، الوغ الجلاله هي رمز من الرموز ديال هذا النظام الغذائي، يعني اللي خارج عن النطاق اللي ولينا حنا غاديين به في هاد يعني البرامج ديال العديد من البرامج ديال الطبخ. اكثر من هكا الاكسيليغ ذاك البروسيسوس ديال فييسمون، يعني العمر البيولوجي هو نيت، ولكن كينقص لك العمر الاي دي. شحال من واحد في عمره 30 عام في العمر البيولوجي، مي في العمر الاي دي عنده 70 عام. واحد شاب في عمره 30 عام هو كيبان عنده 70 عام. شوفوا الناس اللي كياخذوا الخمور في العديد من الدول، مي كتشوفوا كيسحب لك هذا راه عنده 70 عام، هو الا سولتي كيقول لك عندي غير 40 41. هاد لي بي تي جي وهاد الاشياء المحمره وهاد الامور المسائل هذه كامله كتمشي كتقيسنا لا سيلول نيشان، كتقيس لا دين الاولى. ثانيا كتقيسنا لو سيرفو، يعني واحد بنسبه كبيره الدماغ، تخريب الدماغ بشكل يعني مباشر. اكثر من هكا كتقيسنا حتى العين باش كتعطينا ذاك الجلاله. شوفوا الجلاله عند من كتبان؟ كتبان عند الناس اللي كياخذوا هاد المواد بزاف والناس اللي عندهم السكري. علاش السكري؟ لان يعني نسبه السكر طالعه وكتوقع على غليكاسيون. لا غليكاسيون ديالاش؟ ديال بروتينات الدم اللي هي الهيموغلوبين مع السكر اللي كيكون طالع، هما اللي كيتسموا الاش بي ا ان سي او الهيموغلوبين غليكي او هذاك البروتينات الهيموغلوبين اللي كتكون محمره. فهذا الطبخ ديالنا اللي حنا غاديين به، هذا التخلي ديالنا عند على هاد السلو فودز او لهاد الاغذيه، ما بقاش عندنا الخاطر نديروا طويجن في الدار، ما بقاش عندنا الخاطر نطيبوا مثلا الا خرجنا للباديه. شوف اي واحد لما تمشي نهار السبت لحد الباديه
كانت وليداتك كدير غير كانون وتطيب داك الطويجين شوف كيفاش كيجي. فانا ندائي للناس لا من حيث الناس اللي كيستهلكوا العاديين ولا من حيث الناس اللي كيقدموا دي كونسيبت. واخا مزيان تعطي برامج في الطبخ ولكن الله يعطيكم الخير راعيوا الجانب الصحي وحط انت الجانب الصحي هو اللي تبني عليه كل شيء ماشي جوانب اخرى. الجانب الصحي باش كتلاقي لو سافوار ديال واحد اختصاصي في التغذيه مع لو سافوار ديال ان شيف. يعني كنحيي انا جميع لي شيف اللي هما مشاو داروا دي فورماسيون وانا شخصيا يعني كنعرفهم اللي فريمون يعني تونجاجينا معهم في دي فورماسيون اللي هما ما شاء الله لينا ان شاء الله كاين اشياء جميله يعني مفاجات جميله في هذا لو سونس مي غيوصل الوقت ديالها غادي نهضروا عليها. فعفاكم في المنزل ديالك اعطي وقتك للوجبه في الطبخ ديالها لان هاد السرعه اللي ولات عندنا دابا ولا عندنا المبدا ديال السرعه خصنا نربحوا الفلوس دغيا خصنا ناكلوا الوجبه ديالنا دغيا ما عندناش الوقت باش نديروا. واخا انا سؤالي لو كان ما عندناش الوقت نديروا كل شيء نتفهمها ولكن ما عندناش الوقت نديروا بعض الامور وعندنا الوقت نديروا بعض الامور هنا يجب مراجعة هذه المسألة هذه. وأتمنى إن شاء الله أنا أتمنى ما غنقولش أن الناس رجعوا للكانون ما غنقولش الناس رجعوا للفران إلا لقيتوا شي فرصة جميل جدا لكن غنقولوا الناس غير في المنزل ديالكم أعطي وقت لهذاك الوجبة ولا ما عندكش الوقت خليتها يكون عندك الوقت باش تقدر تطلع هذيك الوجبة بنينة وتطلع زوينة وتطلع فيها المبدأ الصحي وما تضركش من بعد وما تضرش الجانب الاقتصادي لأن هذا الطبخ اللي احنا غاديين به مالوغوزمون اقتصاديا يعني فاشلين فيه لانه كيتطلب منا اموال طائله وفي الاخر كنحضروا وجبات لا تمت بصله لصحه الانسان. مرحبا استاذي حنا اكيد مازال مواصلين مازال مستمرين معكم مشكور على كل هذه المعلومات اللي اكيد انك تقاسمها معنا. غادي نمشيو نتوقفوا مع فاصل قصير الا سمحتي لي ونرجعوا نستقبلوا اسئله المستمعين. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع ودائما حاضر معنا ومشرفنا بطبيعه الحال استاذ محمد احلمي اخصائي في التغذيه. واذا سمحتي لي استاذي ناخذ معنا اسئله المستمعين وغادي نمشيو ناخذ معنا لاله خديجه من اسا. مرحبا بك لاله خديجه. صباح الخير لاله. السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك. لاباس عليكم كيدايرين بخير؟ بارك الله فيك لاله. الله يكون الحمد لله حسيتو كاينه. الله يجازيكم بخير. مرحبا بلاله تفضلي. وبعض الضيوف اللي كيكونوا معك الله يجازيكم بخير. اهلا وسهلا. مرحبا. هي غير باش ما نطولش عليكم الله يجازيك بخير. انا دائما كنطيب في الطاجين العادي اللي ما ندلج ما والو غير بالحق كندير ليه واحد العصير ديال الماندالين. بغيت نستاش الاستاذ على هذه الفكره اللي كان دير. عافاك غير شرح لي بالضبط انا ما فهمتش شنو. لا بغيت نعرف شنو بالضبط هذا العصير هذا واش كتزيديه معاه؟ لا غير ملي كيقرب الطاجين يطيب كنعصر واحد جوج ماندارينات كنديرهم معاهم كيجي مزيان. داكوغ. واخا وهذه الطريقه هذه واش كديريها وكيكون واش ماشي الحامض كديري الليمون؟ لا الماندالين اللي كندير ديال دابا. داكوغ واخا نجاوبك ان شاء الله نجاوبك. وكندير كلشي الخضره انا كندير شي فلور كندير وبالنسبه لشي فلور واللبان الله يجازيك بخير جابهم ليا مول الدار هاد الايامات واش هذا وقتهم ولا لا؟ نجاوبك ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله. الله يجازيك بخير. والسؤال الثاني الا كان ممكن عندي واحد الوليد ديالي كيشدوه لي غاز بزاف وكندير ليه الزعتر والكمون الصوفي بحال اتاي. لا شوف شنو كديري لي في الماكله هي الاولى بعدا واش الدريري كياخذ خبز خميره بلديه؟ ما بغاتش راه حتى هذا السؤال كان جاي ما بغاتش تصدق ليا مع انه كانت كتقاد ليا ولكن عزك الله كتجيني هاد اليامات كنصوبها كتجيني خانجه ماشي زعما حامضه بكثره. مع العلم انه كندير الدقيق كنشري من الطاحونه حيت حنايا في المنطقه فاش كاينين ضروري كنطلعوا حتى لقلمي مع نشريو الدقيق وكنشري هذاك اللي فيه زعما مخلى الحرش الدقيق صفر الحرش فماشي فارينه الاخر وما بغاتش تصدق ليا. اي الله يجزيك الخير. مرحبا مرحبا تفضل استاذي. هو داك المجهود اللي تمشي تقلب ودير الزعتر ودير الكمون ودير هادشي راه حلول ترقيعيه هذه ليست بحلول اللي غتحيدنا الغازات وما عمرها غتحيد الغازات باش نكونوا واقعيين في هذا الاتجاه هذايا سواء بالنسبه للسؤال اللي طرحت الاخت ولا الاسئله اللي كيطرحوا الناس. حنا بالنسبه لنا الغازات تتكون في الجسم بواحد النسبه معقوله لكن لما كتكون ارتفاع هي قالتها باللي المشكل عندها في الخمير. الغازات اول مسبب للغازات هو الساكارومايسيس سيريفيسي
هذه لما كتولي ديروا الخبز بالخميره البلديه ما كيبقاش الجسم ديالكم عرضه لهاد الامور هذه. والناس اللي كيديروا خبز بالخميره البلديه والناس اللي كياخذوا مثلا يعني اول مره سي فغي غادي ربما غتلاحظ واحد التحولات على مستوى يعني الجسم ديالك يكون غازات داك النهار الاول النهار الثاني. هذا دليل على ان كاينه واحد الحرب على مستوى القولون اللي في الاخر كتنتهي بفوز البكتيريات النافيه. اختي الكريمه المجهود اللي غديري ولا التقنيات في الحياه شاك جوغ كل نهار كنتعلموا تقنيات جديده. اي واحد كيدوز عليه نهار بلا ما كتعلم شي حاجه جديده عرف راسك بلي داك النهار راه ضايع. الحياه ديالنا هكا خصها تكون مبدا ان كل نهار خصك تعلم حاجه جديده صح، سواء كلمه في شي ديال شي لغه او لا تقنيه جديده او لا معلومه جديده. وهاد الامور جميله بزاف، فكل نهار خصك تكون عندك معلومه، يعني خاص يكون ما معدل 365 معلومه في العام اللي خاصها تكون، هذا لو مينيموم. كاين الناس اللي كدوز عليه النهار كامل بالعكس هذيك المعلومات ديالو كتمشي له، لان لو سافوار خصنا نعرفوا بلي راه في 5 سنين كيمشي. يعني انت الا كنتي كتهضر في الفلاحه وباقي كتهضر على ديك المعلومات ديال الربعينات ما جددتيش المعلومات ديالك، من بعد سنتين ونص مشى لك 50% ديال لو سافوار. فهاد الشيء علاش اختي الكريمه راه كيف ما تعلمتي ديري بزاف ديال الامور خاصك تعلمي الخميره البلديه. والخميره البلديه اللي فيها زوين وانا كتجربك، لان يعني شوف هذه انا راه كنقول للناس راه ماشي شي لا ما كنتيش باغي الخميره البلديه وقلتي راه نجربها حيت سمعت هذا الحليمي كيهضر عليها راه ما غتصدقلكش. انا نقولها لك من دابا، علاش؟ لان هي كتبغي الطاقه ديال الجسم تكون طاقه ايجابيه. داكشي علاش الناس هذه شحال كانوا كيعجنوا الصباح الباكر. سولوا جداتكم كانوا كيعجنوا الصباح بكري، واللي بغى الخميره كيجي يديها الصباح بكري. علاش؟ لان كتكون في القوه ديالها. راه الحياه ديالنا حنا ماشي ماده، الحياه ديالنا راه ماده وطاقه. غيبنا هذاك الجانب الطاقي في الحياه ديالنا حنا. حتى ملي كتمشي عند الام والاب ديالك ما كتحسش بهذيك لاشالور، ها هي الماده ها هو الجسم. ولكن هذيك لاشالور اللي مثلا كتقول مثلا الام ديالك توحش الام ديالي، السؤال المطروح شنو في البيولوجيا في لافيزيولوجيا في الفيزيولوجيا ديالنا حنايا، توحشت انا الام ديالي والطاجين ديال الام ديالي توحشته، داك الطاجين توحش ديال الام، هذاك طاقه معنات هذاك الطاجين. شنو كيفرق الطاجين ديال واحد شخص اخر على الطاجين ديال الام ديالك؟ هي الطاقه. شنو كيفرق الطاجين ديال برا على الطاجين ديال الزوجه ديالك؟ هو الطاقه. وبالتالي حنا جردنا المادة من الطاقة. الماء ماء زمزم، إلا حطيت لك أنا الماء زمزم والماء العادي ما تعرفش الفرق بيناتهم، ولكن علاش الماء زمزم قررت أصلا ماء زمزم لما شرب له؟ لأن الطاقة، لأن هو نفس جوج ذرات الهيدروجين ذرات الأكسجين نفس كل شيء، ولكن الطاقة طاقة مبدلة. هذه الطاقة للأسف فقدناها. دامي الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. علاش؟ لأن كنعطيك وكتعطيني الطاقة الإيجابية. وبالتالي الطبخ الحقيقي الطبخ في الطاجين الطبخ اللي هو على المال كتكون فيه طاقه، كتكون فيه طاقه ايجابيه كيفكرك بواحد، ملي كتكون انت كطيب الطاجين بواحد الطريقه جميله كيفكرك بجداك وبجداتك وواحد الحاجه داروها الناس القدام. ملي كدير خبز خميره بلديه احنا باقين فيها، احنا باقين في السرعه. علاش الناس ما بقاوش كيديروا خبز خميره بلديه؟ لانك تخمر في 3 سوايع في ساعتين، كاين اللي وصل يخمر بها ساعه ونص، يعني نقولوا حنا ساعتين الفوق. كاين اللي ما قادرش يتسنى ساعتين الفوق، وقادر يتسنى يعني فيديو ما قادرش على كل شيء، ما كيهضر حتى على حاجه، كيهضر على التفاهه فيه ساعه نتصنت له. مي خميره بلديه انا عتوجد لي الخبز اكثر من ساعتين ما عنديش الوقت نديرها. انا هاد المفارقه هادي هي اللي ما كنفهمهاش. ما انا تقول لي ما عنديش الوقت من اجل انني ندير واحد الحاجه، نعم الا كان ما عندكش الوقت تدير كل شيء متفقه معك، ولكن الا عندك الوقت تدير واحد الحاجه اللي هي على سبيل المثال التدخين، اللي هي على سبيل المثال مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلي الطبخ ديالك الحقيقي، هذه اللي ما كنتفهمهاش. اختي الكريمه الخبز الخميره البلديه تقنيه فيها سهل ممتنع، يعني تقنيه كيف ما كتعلمي تعومي. اي واحد مي كيبغي يمشي يتعلم يعوم راه ما كيكونش كيعرف يعوم. اليوم غدا حتى كيطور التقنيات وراه كنتعلموا نعوموا
في دماغنا قدر ما نكون نتعلمه في يدنا وفي العضلات ديالنا. الدماغ البرمجة ديال الدماغ أول ما كان حيده هو الخوف. إذا حيدوا الخوف إلا بغيتوا تتعلموا شي حاجة جديدة. دونك أنا ما غندير خبز خميرة أنا شحال من كنهضرش على الأخت الكريمة، تحية للناس ديال الأسا وتحية للناس ديال المنطقة ما شاء الله باقي الناس محافظين. كنهضر على بعض الأخوات اللي كيطرحوا عليك 10 الأسئلة على الخميرة البلدية وهي ما عمرها شدات القصعة والطحين وبدات تعجن. فدير يدك في لوبان كما كنقولوا حنايا، دير يدك في العجينة، دير يدك في داك الحمام، لان حنا بعض المرات كنقول خصك تلع في لوبان، تلع في هذاك هذه باش تقدر تعرف تشوف تخرج راسك منه. فدير يدك في العجينه وداك الساعه راه ما يمكنش الدري يبغي يتمشى غيدير الخطوه الاولى وغيتمشى، راه ضروري كيدير الخطوه الاولى وكيطيح، كيدير الخطوه الثانيه وكيطيح، وكيعاونوا الاب ديالو، كيعاونوا الام ديالو، كيعاونوا الاخت ديالو، كيعاونوا الاخ ديالو، هذوما كاملين. هذيك الخطوه عاد الدري كيكون كيحبو كيدير الخطوه الاولى كيطيح، الثانيه كيطيح، كيولي من بعد كيتمشى وكيولي كيجري وكيولي عداء وكيولي يجيب ميداليه ذهبيه في الجره. هذا شنو كان؟ هذا ما كانش كيعرف يتمشى. هكا عاوتاني هكا اعتبروها انتم الخميره البلديه، خميره بلديه تكنيك، خميره بلديه تقنيه، خميره بلديه تعلم تقنيات. ومي كنقولوا التعلم فيها ورشه في المنزل ديالك، شدي الماء وشدي الطحين وزيدي عليهم شويه التميرات وخليهم واحد 48 ساعه مع الحال بارد شي شويه. دابا مي تعطيك هذيك العجينه، هذيك العجينه هي الخميره البلديه، عجني بها خبزه وحده، دوزي بها واحد يومين ثلاث ايام، عاد بداي ديري جوج خبزات وشويه شويه حتى كتكون داك بحال واحد شرى خروف ونعجه. علاش؟ باش من بعد كيولي عنده قطيع. هذه هما البكتيريات اللي كاينين في الخميره البلديه. لكن انتم ملي كتبداو يلاه كتربيو الخميره البلديه راه بحال هكا، عندك خروف وعندك نعجه، من بعد كيولدوا لك واحد النعجه، وهذيك النعجه كتولد وبنتها كتولد، كيولي عندك قطيع 400 500 600 راس. منين جاو من هذيك الخروف والنعجه، من النهار الاول خصك تربيهم. هذه هي الخميره البلديه بالضبط، راه ماشي من النهار الاول غنصاوب بها انا ثلاثه الخبزات واربعه الخبزات، وكنبقى مره كتجيني رقيقه شويه ويا غدا كتكمل غدا. علاش؟ لا بوبولاسيون باكتيريان، داك البكتيريات اللي كاينه فيها كتبدا يطلع العدد ديالها، ومن حيث العدد ومن حيث النوعيه. فهادشي علاش عافاك اختي الكريمه، راه التعلم ديال الخميره البلديه كاين اللي يدوز شهر، كاين اللي حضر معنا في ورشات على عمليه ولا نظريه ومشى، وكنقولوا حنا بالدارجه تقاتل مع داك الخميره وهادي، عاد وصل صوب ونهار كيوصل لصوبها انجاز، كيطلع له الدوبامين، كتولي ديك الساعه كتفيض خميرته كما كنقولوا حنا المصطلح ديالنا. فهادشي اختي الكريمه تعلمي، دخلي كاين الانترنت على ديسبوزيسيون ديالك. الانسان اليوم ما يقوليش انا الانترنت ما كنعرفش ندخل له، هذه ما 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 يعني ربما الحمد لله تجاوزناها، سواء كان الانسان دخل المدرسه ولا ما دخلش المدرسه، كتلقى عنده هاتف يعني باللغه الفرنسيه كيعرف لي كونتاكت، يعرف كل شيء، يعرف هذه، ولا يدخل الفيسبوك ولا يدخل مواقع التواصل الاجتماعي. ما يمكنش تقول لي انا ما عنديش امكانيه ندخل انا نقلب انا في اليوتيوب على حلقه ديال برنامج الصحه والسلامه فيها كيفاش نوجدوا الخميره البلديه. شوف راه المعلومات النظريه مهما سمعتوها كتبقى الورشه عندك في الكوزينه، الورشه عندك في الدار، ديري الورشه عندك في الدار وعاوديها وغتغلطي. انا كنقولها لك عندك 10 غتغلطي 9 المرات والعشرة عادة تنجحي. فالخطأ ليس عكس النجاح، إنما هو مرحلة من مراحل النجاح. فنفس تفكري ديما داك وليدتك ما كيبغيو يتمشاو، راه ماشي من الأول كيتمشى، فحاولي أنها ديريها. ونقطة أخيرة للناس اللي راهم كيتسنطوا لنا، الطبخ عافاكم شي حاجة زوينة بزاف عند البشرية. شوف عا كيكون جاي عندك مثلا عندك عرس، ولا عندك مثلا أسبوع، ولا عندك يعني مهما كانت اي مناسبه، كيف ما كانت مناسبه، فشنو كنديروا حنا في هذه المناسبات؟ ملي كيكون عندنا مناسبه مثلا عقيقه ولا اي مناسبه، المناسبات كلها كتكون اكبر حاجه كتاخذنا الوقت وتاخذنا بزاف الامور هي الطبخ. ماشي حيت لا، حيت صناعه الفرحه عند الناس كتختصرها بالاكل. لما كنقدم لك واحد وجبه زوينه وجميله، كنحاول انا مي كنضيفك نصنع لك السعاده، انت مي كتحاول تضيفني تصنع لي السعاده. هذا جميل عندنا في المغرب، وجميل عندنا في الدول العربيه اللي ما كاينش في بعض الدول، اكيد ما كايناش، لان احنا زرنا هاد الدول، هذا بعض الامور كتجيك انت غريبه كيفاش حنا عندنا. لما يكون عندك جاي الضيف واخا يكون الانسان ما عندوش، كتقدم له احسن ما عندك، احسن ما كاين كتقدمه له. علاش؟ لان هذاك التعبير عن المحبه، والطبخ
راه التعبير على المحبة لذاتك قبل ما تعبر المحبة لواحد آخر. باش تعبر على المحبة لذاتك طيبوا وطيبوا الوجبات ديالكم بعلم وبمبدأ الصحة. أنا أناشد الناس لكي صوبوا لي كونسبت، عفاكم صوبوا دي كونسبت ليكونوا فيهم المبدأ الأول هو الصحة. أي حاجة غناكلها أول معيار خصني نحطو سي فغي المذاق. بعد الناس راكم غلطين إلى تظنوا أن الأشياء الصحية ما بنيناش. والرفيسة هزتنا راسنا إحنا المغاربة، شوف غير الرفيسة، شوف تبارك الله كيفاش البنة ديال العالم كله كلاها كيدوخ مرة في الرفيسة. باش ما نقولوش إحنا لا داكشي اللي خايب في الصحة كيجي بنين. شحال من واحد كتسمعوا كيقول هذا المصطلح، هذا المصطلح هذا شنو كيعني؟ كيعني قلة الحداقة. أما المرأة المغربية حادقة، طيبوا عفاكم في المنزل ديالكم طرق اللي هي جميلة، خذ وقتك في الأكل، خذ وقتك في المطبخ، دخل المطبخ وانت باغي تدخل المطبخ، ما ندخلش المطبخ. شوف شوف أختي سكينة اليوم ما كنساليو الوجبة. أنا أعطيك مثال، كلينا الرفيسة، نقطة أخيرة نسالي بها، كلينا الرفيسة شنو كنحتاجو؟ قصعة صافي. راه ما كاينش داك هز بالفورشيط وحط بصيلك حداك، هادي راه ماشي ثقافتنا، راه عندنا حلقة على هاد الشيء. ماشي ثقافتنا حنا الفورشيط والموس، راه فيت اتونسيون. الناس اللي كياكلوا بالموس والفورشيط راه ما بقاوش كياكلوا بالموس والفورشيط. علاش؟ لان الدراسات كتقول بزاف الامور من بعد نهضروا عليها. حنا راه ثقافتنا للقم، خذ الرفيسه ديال التلقام ماشي ديال الفوس والموس والفورشيط، ديال التلقام. حنا 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 المغاربه ديال التلقام، ومن بعد غنهضروا على هاد التلقام شنو الفوائد ديالها الحقيقيه عندنا في هذا الاسبوع هذا ان شاء الله باذن الله. فاذا بغيتي تصوبي الرفيسه اختي سكينه، انت صوبتيها حطيتيها غناكلو. عندنا شحال؟ عندنا قصعه، حتى المعالق ما كاينينش، حتى الفرشيطات ما كاينينش. مي غتنوض المراه ضربات التماره مسكينه مع الرفيسه، شوف الناس كيفاش كانوا كيفكروا. شنو غتغسل؟ غتغسل القصعه صافي غسلاته. وتصور نجيبوا حنا هاد الوجبات اللي كاينين اليوم، خمسه طباصل ديال ما عرف شنو، سته طباصل ما عرف شنو، سبعه طباصل، كتجي المراه قدام تقريبا 25 طبصيل خاصها تغسلو، وكتولي المراه كتعاني من موراها. النساء الله يحسن لهم العوان، راه ملي كتدخل الكوزينه وتلقى داك المواعن غيتغسلوا كاملين، راه راح ولا قوه. شوف شحال خاسرين في الشراء، مشينا شرينا مواد اللي ضيعناها، جبنا الجزر قليناه في الزيت ضاع، جبنا الحوت قليناه في الزيت ضاع، جبنا امور قليناها في الزيت ضاعت. هل الجانب الاقتصادي، الجانب الصحي لعل كترضى، والجانب من موراها تمارع عاوتاني، هذاك المواعن اللي المراه غتمشي تدوز فيهم ساعه د المكانه وهي علاش هادشي كامل؟ غتصوب كسكسو مغربي مثلا، غتصوب الرفيسه العاميه، غتغسلها القصعه، صافي داكشي اللي غتغسلو. مي كنهضر انا كنهضر على من بعد الوجبه. فهاد الاعتبارات عفاكم راه حنا كنقولوها من اجل الصحه ديالكم، ومن اجل الاقتصاد اللي حنا كنعيشوا واحد الضائقه وكنعيشوا واحد الظرفيه صعيبه بزاف، ماشي وقت الضياع. ومالوغوزمون هادشي كنضيعوه وكنضيعوه من دوبل. علاش؟ لأنك كتمشي تشري ماده نتايا اللي ولات غاليه وغاليه على الجسم ديالنا، وفي الاخر كطيبها بشي طرق اللي لا حول ولا قوه الا بالله. الا من اجل الاقتصاد ديالنا، من اجل الصحه ديالنا، من اجل الاقتصاد الاسري عافاكم، رجعوا للطبخ الصحيح. والناس بزاف كيقول لك لا انا كناكلها المبخر. نقطه ما ننساهاش، على بالك اختي سكينه الكسكاس ديال من؟ كسكاس، كسكاس ديالنا حنا. نعم، حتى شي واحد ما فكر يحفظو، حتى شي واحد ما فكر يدير لو بروفي دانفونسيون. سي فغي فكرنا بزاف ديال الامور. دابا شكون داه؟ جات اخت في احدى الدول سماتو فيتاليزور وسجلاتو في سميتها. نهار غتمشي انت كمغربي تقول انا الكسكا، يقول لك لا خويا حنا عندنا مسجل في سميتنا، سميتو فيتاليزور، السيده راه سميتها ام كا ولا ام سي، راه الاسم معروف في العالم. جون بقى يعني جدي انايا يعني ربما من كان جديك الباقه ما تزادت. دابا مسجل في سميتها الكسكاس المغربي، هذا الكسكاس المغربي. هاد الامور هادي ما تبقاش فينا حنا كمغاربه، نوليو الكسكاس المغربي ياما خدمنا به، تولي لا كويسون دوس على فابور، يفو بروندغ لو فيتاليزور. حنا المغربي كنقولوا كسكاس، مشانا الكسكاس، وراه اذا بقينا غاديين هكا حتى بعض الامور تاهي غتمشي الا ما حفظناهاش ولا ما دي. نتمنوا خير ان شاء الله باذن الله. ومشكور مرحبا. جزيل الشكر استاذي لاله يخطيك، واكيد انه المواعيد متجدد باذن الله غدا. مشكور جزيل الشكر.
طبعا الحال كان معنا مشرفنا أستاذ محمد أحلمي أخصائي التغذية ومشكور على كل المعلومات اللي تقسمها معنا. وحنا أكيد أنه هذا المبدأ ديال نحافظوا على أصالتنا في التغذية ديالنا هي أساس الصحة ديالنا، مبدأ اللي كنتبناوه من خلال برنامجنا بطبيعة الحال، واللي كنتمناو أننا جميعا نعاودوا نحيو فروح التغذية ديالنا. مشكور جزيل شكر أستاذي لهلا أختك، ونتلاقاو غدا إن شاء الله.